كل شهر ان شاء الله في لافان ديالو، الاطفال اللي عندنا المواليد في ديك الشهر في عيد الميلاد ديالهم غنحتفلوا به جماعه في الاخر ديال كل شهر. بدينا هذا التقليد هذا الشهر هذا المواليد ديال شهر 10، وان شاء الله شهر 11 وشهر 12 الى حتى يدور علينا العام ان شاء الله. الاطفال اللي كانوا مختارين اللي عندهم عيد ميلاد على حسب الوثائق اللي عند كاين ياسر، كاين الخليفي ايمن، كاين عمر، وكاين شكون باقي، وكاين الرجيلي، كاين واحد اللي مازال جاي. لا انتم مش هتحضر انا فاشل عندهم الوثائق عندهم من اللي عطيت ولا عاد اللي ما عنديش ما نعرفوش كيفاش قال. لان دابا باقي نتسناو واحد الحب يجيو ان شاء الله. التقليد السي طارق كيف جا زعما؟ بطبيعه الحال المدرسه تراجع العرائس دائما الجديد، دائما التنوع، دائما في اطار خلق انشطه تحفيزيه للاطفال. فارتأينا اننا نحتفلوا بهاد الذكرى ديال عيد الميلاد ديال الاطفال ديالنا، فيها تعارف، فيها اولياء امور كنتلاقاو بهم فيها، وان شاء الله كل شهر غيكون في شكل جديد وبحله جديده ان شاء الله. بطبيعه الحال مع الجديد هذا الشهر كامل جديد درجة العرائش ان شاء الله في الانشطه ان شاء الله. عندنا اليوم اللي غنحتفلوا بعيد الميلاد ديالهم في هذا الشهر كاين عبد المعز الرجيلي، ايمن الخليفي، كريم الدراز، وكاين عمر افخرن، غيبقى شكون الاخر؟ غيبقى واحد غائب، وغيبقى صافي هادشي اللي عندنا. غيبقى واحد غائب، اللي غائب هو كيبقى اللي غائب عندنا واحد طفل واحد هو البزار حمزه، هو اللي تعدى ديك الساعه نعطيوه هو ياسر ابشر. ياسر ابشر صفحوا على زيدنا هنا هاي. دابا نبداو بالطفل بما يا سنه بلدي مدينة العرائش مدرسة العرائش رجاء العرائش يقوموا ب يعني تكريم الوليدات الصغار اللي حاصل لهم عيد الميلاد ديالهم خلال شهر 10. إذا نتواجد اليوم الأحد فاتح نوفمبر 2015 على مستوى هذا الملعب البلدي مدينة العرائش. هامش الاحتفال بعيد الميلاد ديال معزيك كنستضفوا الاب ديالو، هذه المبادره كيف جاتكم اليوم كيف كتحسوا؟ مبادره حسنه، مبادره جميله ما تكون الا في صالح الاطفال وفي صالح المدرسه. هذه دايره حسنه، فكرتونا في عيد الميلاد ديال الابناء ديالنا، فكره جيده ما يمكن يصفق ليها الجميع. والفكره ديال المدرسه بعد حدث الرياضه في مدينه العرائش كيف جاتكم؟ فكره جيده، هذا العام حنا منخرطين في المدرسه، فكره جيده. الاطفال اوليو باش يخرجوا لبلايص اخرى ويضيعوا هذا، جمعتهم المدرسه. ومعز كيف كتحس براسك في هذا المعرض؟ الصالح ديالهم ان شاء الله. كيف كتحس براسك؟ مزيان مزيان مزيان. اليوم عندك عيد ميلاد في هذا الشهر، هذا عندك عيد ميلاد. نعم. اليوم عطاوك الكادو ديالك. شنو يمكن تقول للسي طارق رئيس النادي؟ كنقول له شكرا. شكرا، تبارك الله عليك معز.